كيف حالك ما رحيمة؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. سامحيني عاد ذيك المرة ياتيني في حاجة وأنا بصراحة ما قدرت أسويها. أنت اللي سامحيني خالتي، أنا طولت لساني عليك. ما يخالف يا بنتي، ما يخالف، ما بيننا اختلاف إن شاء الله. قاعد استريحي يا أبو القهوة؟ أحسنتي خالتي، أنا مستعجلة وخليت لك الحاجة عند ريا وأبوي يسلم عليك. صباح الخير. وعقبة ايش انت كريمة واحنا نستاهل، يعني الله بالخير، الله بالنور، صباح النور، اي شيء حلو قولي. ايش تبى الحين؟ ابى اقول لك على كل شيء، وانا ما راح اسمع منك ولا كلمه الين ما تقبضها غبة البحر وتردها من هين جت. عقب تعال كلمني. وانت ليش مطولة لسانك؟ ما راح اسمع منك ولا كلمة لين ما اطلقها. اطلق من؟ تو هذه ايش معه؟ كل يوم يا راس الشواذر ولا سلامات، ايش يبا ما ادري. زين ما نشتيها. قلنا لك ردي، ما سمعت الكلام. من هذيك المرة قايلين الهدية لا ترد. بس بعرف السبب. بس انت الشاذر اللي قبلي عطيتي امي، زين جربت لبسي هذا اللي عندك، من يعرف يمكن تعرفي السبب. بس الحمد لله عابد ولدي ما مخليني محتاجة حال شيء. هالمرة سمع الكلام ولبسي، خلنا نشوف اخرة هدايا هالآدمي. عابد علامك يا ولدي، شوفك واقف ما مشيت لا البحر ولا القهوة. مالي بارض. صديق مستحي أم عابد، مستحي. أفا حاس إني عجزان، ما قادر أساعد أخو صاحبي. ما بسمع منك هذه الكلمة ليوم تكون عايزان صديق. يا عبد الحميد لو تعرف بيحرق الحارة حرق على يد الشيخ. ساه هين امشي، هين امشي يا رب. الليل ظلم، اخاف الذياب والعيسان ياكلني. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش تقول؟
أقول إن الدروب كلها انسدت وما بتفتح إلا بدعوة معبد. هيلك يا عم من زمان. بدعوتها بيرد لكم أبوكم وبردن البيتي. متى بنمشي لها؟ أنا أمشي بيت مخزوم؟ ردينا في كلامنا؟ أثبت على شيء ولو مرة واحدة؟ أنا ما رديت في كلامي، لكن عودة هنزل العمري لها المخزوم. يا عمي يا عمي، حتى أحفاد الدودي اللي أكل عظام مخزوم ماتوا شبعبوه، فما بالك بمخزوم نفسه الله يرحمه. ها ايش قلت؟ خبرني من اللي سوى فيك ذا؟ خبرني. الشيمة، الشيمة خلنا نروح من هنا قبل لا ينصف الليل. الشيمة تعبان انت يا اخوي وما قادر تمشي. ساعدني يا اخوي يا خميس وخلنا نروح من هنا قبل لا يجي ويقتلنا. من هو؟ ضيف ثقيل وما طيق اشوفه. عمتي خلا يطلع من بيتي بالحسنة. بنطلع انا وامي قبله. يرضيك؟ يرضيك قاعد يقول اولدك؟ انا اقدر من امر الساعة اشل ضيفي واروح بيتنا الجديد. باه باه شغل روح بيتهم. ما ذهبي عمرك وخل نطلع من بيتها. ولدك متسبب. فشلتي قدام ضيفك. الله والضيف قيث الأعور. ما قومي، أنا وأنتي لنا بيتي ضمنا بكرامتنا. وصيتك اللي وصاكي عليهم ما محتاجين لنا. الله يخلي لهم أمهم. قومي. ما والعروس الجديدة راحت بيتها ولا ناوي طلعها بزفة؟ وانتي ما في حلقك غير العروس الجديدة؟ قلنا لك عابد طلع من بيتنا، طلع من بيتنا، البيت اللي ضمنا من صغرنا. ما ذاك اليوم تقولين ان امش تبى تطلعها، ولا تحسبين ان عابد ما عنده كرامة ولا يقدر يعز نفسه؟ يا عيني. قولي لي، البيت اصلا مو زاهب، كيف يطلعها وانا سمعت ان جدار خالي لا في حجرة ولا في... صدقتي بيته جدار خلي، هذه وحدة، والثانية قلنا لك 100 مرة ما بيطلعها، يعني ما بيطلعها. وأصلاً هي بصوب وهو بصوب، لا هي تكلمه ولا هو يكلمها. وذبحتيني تراكي. أوف. سامحني يا الشيخ، سامحني، حتى الوالدة ما عجبها اللي صار. تعال معي بيتي، وإذا ما سدك أشلك في عيوني. طيب، وما تشبه أبوك البر، لأنك لو تشبه أبوك كان كل الناس كرهتك. عمي أقول الصدق، أنت تراك ما تعرف أبوه. أبوه كان ظالم، ظالم. يعني انت الحين معني روحك وجاي بيتنا عشان بس تقول ان ابوي ظالم؟ لا، انا كنت مصفد حكي
حلو وزين وغاوي، لكن مزاهد ذكرتني بأصل أبوك وأبوها. عمي خف على الرجال شوية. تفضل تفضل تاجر عابد، بتتقهوى. أبا أعرف إيش في خاطر الشيخ غيث. دعوة معابد. حكي مثل السم. الله يسامحه. المهم ما قلتي لي ايش رايك بالبيت؟ والله العظيم بيت هذا عابد، اللي ما اشوف بيت اشوف حوش كشف. ايش اسوي؟ كل اللي عندي صرفته. التجار بعد ما عرفوا اني رجعت كل شيء للنوخذة بدر خافوا على ارباحهم واسهمهم في التجارة، باعوا برخيص وخذوا عملتهم. اصبر يا عمي يا عمي اصبر. ايش عندك يا ضاو؟ ايش عندك؟ ماني قادر اصبر، ماني قادر، ولازم انتقم اليوم يعني اليوم. يا عمي اصبر اصبر من شيء من الرجال اهدأ. ماني قادر يا ضاو، ماني قادر، معناتها لازم اشتل من الحارة اليوم قبل لا اموت قهر. اهدأ اهدأ يا عمي. ما اقدر ما اقدر يا ضاوي. ايش وراك؟ اقلها اطمن على خميس. خميس؟ حنو خميس؟ خميسكم هذا اللي يقول انه يبيع في دكان ال هذا يقولون عنه غايب. لقيته في البر، تصدق انه بغيته يرد معي وما رضى يرد، بعدين جبته لين قريب الغاف. قريب الغاف فين؟ ذا الصوب. ما قصرت يا عمي ما قصرت. ضاوي ضاوي وين تبا ضاوي؟ ايش اقول لك يا بنتي، وهذا اللي محصلت لنا عمتك من اهل الحاره. ما عندهم غير يتهموني بالباطل. ايش هالعقل للحين ما قادرين ينسوا دعوتك، مع انك علمت اكثرهم الكتابه والقرايه. لو الجهل جهل القرايه والكتابه كان هانت. جدتي جدتي خالتي مفاتت رياق عند الباب. ان شاء الله قولها توبتي. ان شاء الله. ليازية خلي ما هذه معك الحين لين ارد. وين رايحه؟ اللي يباه غيث تسهيل من الله بيصير، وبنجيبه بالتفاهم ان شاء الله. وانتي ما نقيتي غير ناقم تتفاهمي معاه. الله يهديك بس. انت قد من الخير قبل الشهر، يمكن الريال تغير. وصدقت ان هذا يتغير؟ عشان كذي اول ما تغير يابحى البنت شريكه. ترى نصيب. اخبرش شو نسوي؟ خلينا نمشي. يا حيه ومرحب، يا حيه بالعماد، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. عندي عمتي، عمتي ام زوجتي، وعمتي ما ام زوجتي. يا حي الله وسهلا، يا حيه ومرحبا. تبون فواله ولا ما تبون؟ بدور يا بدور. اسم زوجتي بدور، خضيتها لان اسمها بدور مثل اسم زوجتي القديمة، وهي الحين جالسة تبخر ثيابي. يا بدور بدور جيبي لنا البخور، عندنا ضيوف.
عندي حرمتين. بدور الحلوة الجميلة الصغيرة وبدرية. ناجم يلس. الشيخ ناجم. الشيخ ناجم يلس. واسمع وقفي، أريدك تقولي هذه الكلمة وسط الحار، أريدك تقولي إن الشيخ خلي الناس بالأول يحبوك من قلوبهم وبعدين يختاروك، ومن عاد يختاروك أول بدوة تترك هذا البيت وتخليه لصاحبه. إيش؟ يعني أنتي معارضة؟ أنا ما يهمني، وإذا ما عاجبنك نطحي براسش في الدعن. يوم قلت لك ان هذا ما وجه حشمه. الله اكبر، احترقت بدور يا الساحره. اعوذ بالله منك، اعوذ بالله. الحمد لله انك بخير، والحمد لله ان طلعنا من الحارة، لان الشيخ سالم يهدد الحفل. والحين ايش بنسوي؟ ايش بنسوي يا عبد الحميد؟ ضاوي ما جابني هني الا لانه عارف اني كشفته وكشفت لي رام بعد. والحين الحين لازم نرد الحارة ونقوم بواجبنا. نرد الحارة من هنا لإيران؟ من هنا تهديدات الشيخ سالم؟ اللي يصيب أهلنا يصيبنا، ولا أنت تحاتي نفسك وبس وما تتالي أهلك؟ قال يلا قم.
فتح جرح جديد، كل ما سكت جرح ينفتح جرح جديد. عينك عنا هين هين كانت عينك عنا عيالي تحت عيوني هني في البيت برا البيت تحت عيونك انت يعني اولادك داخل البيت وبرا البيت اولاد الجيران قول حق روحك هالحكي انت من يوم يمكن مغفلة العينين وانت ناس عيالك وناس العشرة تتهدى لك شي ما صار ما صار ضاع الولد ضاع الولد ليازية بنت أخوي المرحوم سليمان وعابد يا بني تربى معنا وصدقيني يا بنتي يا ابن ثابت أختي أختو بس أرجوك يا سرب الغيوم أروي معرايا عبد الحميد عبد الحميد عبد الحميد ha 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 ha
يا عبد الحميد. تعال عندي البيت. تعال. أخاف زوجتك جميلة تشوف وتخبر أخوها بجيتك. أنا إذا خليتها تشوف أخوها مرة ثانية. إيه بس يا أخوي عبد الحميد، أحسننا عن المشاكل، خلا نسير البيت، خلا خبرك. يلا توكلنا على الله. يلا يلا. دوكم ما قلبوا المكان فوق تحت؟ أحمدو إيش سويت؟ وإنتي بعد معاه ها؟ إيش سويتوا؟ إيش سويتوا؟ خليه يجيبوكم وأقول عن كل سوالفكم. إيه؟ حبيبتي إيش بيستوي فيك يا جميلة؟ إذا عرفت أن عبد الحميد تعشت به الضباع والعيسان من البارحة. الله يعينك يا أختي ويثبت عقلك. كمان أبوكم صح، أنتوا أولاد عبد الحميد على سنة ورمح وزيك. عاد بتجيبي لي صورك يا امي؟ هباك تدبر عمرك فيه يا ولدي. ما عرف ان قيمته ما تجيب ثمن حجره واحده، بس ايش اسوي؟ هذا راس المال. تسلمي لي يا امي. ما يهمك، ان شاء الله بتتدبر. ما انت راضي عني؟ رضى الله ثم رضى الوالدين يا ولدي، بس بعدني انا خايفه اني ما وفيتك حقك. بالصراحه عاد ولو شور شوري امشي مع زمزم اخذها وردها البيت. اي بيت؟ ما يستوي يا ولدي انت بصوب وهي بصوب، ايش بيقولوا الناس عنا؟ سكينه وحدها هم هم راح ولدها من قدام عينها. يوم بيزهب هالبيت بنتحكي ان شاء الله. وانت ما تربط البنية بيت أبوها إلين يسهب بيتك؟ لا، عال تريديني أردها عشان يقولون إن عابد رد زمزم لحشت المال أبوها؟ ولا يهمك يا معابد، ولا يهمك، البيت بيذهب والغوازي بتتدبر إن شاء الله، وزمزم ما بسوي إلا اللي يرضيها. قول إن شاء الله. لكن كأن البرد بيكون داخل من وقت وهي السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يلا تقدموا لي البيت وأنا بمشي مع شمسة، باقي لها أسبوع تطلع من عدة، برمس معها شوية. زين علينا، بوصل بنات البيت وبمشي القهوة. زين أبوي قدامك رحمة. الله يسلمك. يلا صابي خواتي، خلي بالك من أمر. إن شاء الله. الجازية لبست الشادر، بس القمر طالع وما يوز امي تطلع وتشوفه. هي نعم القمر طالع، بس كيف عاد ما يوز؟ لان الحريم في الحارة يقولن القمر مذكر، وما يوز ان التريكة تشوف مذكر وهي في العدة. هي
الحريم قالن أسميه قالن حكمة، أخبرك وامشي عنك داخل عن تهربيته الزايدة مش وحيدة. عليش بالعافية، عليش بالعافية. يلا انت مدام خلطي ما شفتش؟ انت خلص الاكل اللي في حلقك وبعدين تحكي. الله يهديك. بس متعشية؟ هذا هو دربي بيت ولدي ويأتك بين عشاء؟ ما بحسنت عليك بالعافية، انت اكليني بيئك انت كان. زمزم مخلي الباب مفتوح في هالليل؟ ولد اخوك طلع منه وهي النشا راح عند ابوه. عابد كان هنا وصلني ومشى. تعرفي خالتي قالت لعابد يردك، لكن عابد ما طلع. ما يبى الناس يقولوا ردها لحاجته لموال ابوها عشان يبني بيت الواقف. الله زايد عليها فصول. يلا ام عابد ترى عاد ورا باكر ان شاء الله طلوعي من عدة الترك. قال لك ان عاد ورا باكر طلوعك؟ كان احسب الايام والليالي بسني لاعت كبدي. استغفر الله العظيم التوبة. استغفر الله 100 مرة. تعرفين يوم عابد انا عمال جلست بيت. يا بنت الحلال تهيدي شوية، بتواحي على الطلعة لاحقة عليها، ما باقي لك الا 7 ايام. 7 ايام؟ لا 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 سمحيني يوم عابد، ما اقدر كي ما اقدر. تعرفين انا مشتاقة الحارة، مشتاقة اجيب دروبها وناسة و على الأقل بعزي زمزم في ولدها. آه يا بنت الحلال هذه حدود الله، وعاد إذا بتطلعي إذا كنتي مضطرة، إذا مضطرة طلعيها. هسي ما قلنا شيء وأنا بعد مضطرة؟ تو أنتي في لستك هالشهور هذه إيش سويتي خبريني. ماشي هي الليارات وما مقصرات، شفتي كيف الحياة عاد وين وصلت؟ يبلي أنا السوالف أنا شمسو، يبلي ليارات السوالف لا والغم من كذا ين يبكين وياكلن ويبن السوالف وإيش بعد يسوين. يا ربي 4 شهور 3 ايام وقضيتي الا في السوالف والبكي والاكي والاكل. الله يهديك بس يا شمسة يا اختي، خبريني ايش سويتي لدنياتك واخرتك؟ ما فكرتي؟ انا تقولي لي بس لك حفظتي شيء من القران؟ ها ما ظن. خبرك قومي قومي هاتي لي المصحف وخلينا نقرا 4، ترى اني الليله يا يار مسمعك. السلام عليكم. وش فيك يا ليل الجراح ما جبت اخبار؟